فكان بتا عيني الشوق نار وهيجاب قلبي اي 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 كندر انا خبي حبك انا حليم فضوح انا من ليبيا اي 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 لكم فيديو جديد. بيض النهاردة هيكون عبارة عن اني احنا هناكل في مطعم بيتزا. جماعة انا اكتر واحدة متحمسة للاكل اقسم بالله. لان انا اصلا بعشق اكلة البيتزا احنا لما كنا عايشين في مصر كنا بندرس بقى وكده كنا على طول بناكل بيتزا على طول على طول على طول على طول ماشي معينا. وبعدين جماعه في حاجتين متغيرين. اول حاجه اني مش كلنا بادئين الفيديو اما تاني حاجه ان انا لمي غيرت شعري هي وننو نانسي يا جماعه مش عارفين اصلا امبارح احنا صورنا خلاص بس 100% انا هرجع شعري شبههم تاني اني بجد حاسه البتاعه دي كانت باينه. يلا بينا جماعه. هو بقيت الكابلز سواء تيجي نقول الكابلز ولا العيلة العيلة بتاعتنا سبقتنا يا جماعة لما قلنا ان احنا نعمل فيديو. يلا هروح للأم طلب. يلا يا أولادي. وانا عيالي فين؟ هيجيبي مع مصطفى تقريبا او مع ماما. يلا يا جماعة يلا انا مش عارفة ازاي شكلنا هيبقى في المطعم. يلا تعال اشوف فين العجلة عشان ناخد العجله عشان نعرف ناكل. يعني ليال نسيت العجل بتوعها. يلا مش مشكله ناخدهم لها هنجر ازاي يا ابني. ماشي يلا كده كده شنطه العبايه بتشيل كل حاجه. يلا هلف الباب يا جماعه هنروح نرجع لكم. انا مش عارفه اودي وشي فين بجد يا جماعه. احنا واخدين المكان كله. هموت انا هموت هيموت يا رب. احنا طبعا كنا حاجزين ترابيزتين مش عارفه حرفياً خدنا المطعم كله وحتى طلبنا كراسي اكتر. ايوه يعني حاله ما ومرام مش لاقيين لهم مكان بربنهم. اتفرجوا يا جماعه ده حتى احنا خدنا الاوكاتشن اللي بره. ايوه يا جماعه ماشي. يلا هنطلب بقى المنيو. عايزين منيو منيو. هو مش مني واحد عايزين 10 منيوات. ادي على كل طبليه. ادي 1 2 هما 4 طبليات. كنا طالبين الاثنين اللي جنب بعض دي ما اعرفش احنا خدنا اللي بره ليه. يلا بس مش مشكله بره. احنا اكتشفنا ان مفيش منيو. المنيو ورانا منيو على اللي هو البتاع ده عشان ما مش كل شويه يجي يقول لنا ايوه ده المنيو. واحده بقى كنت افوت يقول لنا ايه المكتوب بليز. انا الورده انا الورو الورا طبعا هي اللي تقوم. في بيتزا بالجمبري. لا مش عايزين بالجمبري. بيتزا بالشطه. بيتزا ايه مش فاهمه ايه لميز. بيتزا كمان اللي هي الهوت دوك. ما تقريش احنا هنقول له هات لنا من كل اللي عندك وخلاص. التقيل اللي بره ده ما ايوه ما طلبوش اللي بقى اكل تقيل. الأكل اللي هو بيتزا مكرونة. الله بكده تبع شعر الصاجي اللحم دي. ماما احنا شكلها نولع جريمة أكل. جماعة شوفوا اللحمة دي لحمة ملاك. حتي حتة من اللحمة دي العيسل. معلش والله تعالوا خدوا البدلها دي تهبل يا بنت. يا جماعة تيجوا نأكل ماي ومرام. لا أكلة إيه في دهون كتير مش لازم بعد. يلا يلا كيف دي بابا. يلا أنا عايزة أدوق الساكل اللحمة دي من جبل. لا طعمه جميل بجد تحفة.
ونضاف على فكرة صح؟ خالته انا عايزة واحدة من البطاطس دي، خدي راح قلب خالته هنا. واو ده بابا برضه يعني بيتفرج عليه. ما على فكرة انا كنت سمع ان هم منزلين عروضات اكل للاطفال وكده. لا يا بنتي لا ما اعرفش اكلهم. مين هياكل؟ يا ربي الساك ده بيتفتح. ما انا عارف احنا اكلنا وخلصنا. ايه مش قادر اخلص. ايوه وما شاء الله في كتير قوي بتاع الاكليه فوق. حالة تقيلة يا حالة. ايوه انت كنت كنت حبة صغيرة. صوتي ده مزعج قوي. طب خدي ايس الدواء من عند خالته. احنا بتاعنا شكله مليان يا جماعة. خديه انت لو انتوا لسه مش بعتوه. احنا نفرق علينا وخلاص كده. خدي بس يلا اللي بره. ايه ده انا عايز من ادوق من ده وانا بعتولي واحده. لا بحبش الزفره دي. انت مقرف. تاخد يلا دواق. الله حطيت عليه ليمون تحفه. انت ده انت لو طولت تعيش. انت جايب حاجه كل اسماك عشان احنا ناس كي. لا انا بقرف. ايه لا انا قرفانه. لا مش عايزه بحبش الحاجات دي. لا باكلش لحم. عمك ما اكلت وانا جالي تفعيها. ده ممكن كده صغير. والنبي انت عارفة مش مقلبها على فكرة. هي لو طارت تاكلها بجد نفسي قوي في الاكل دي. انا اكل دي بقى. تحس ان هما مش باكت مكرونة بس لو سمحت عشان بجد هموت دي. اكل يلا كل. انا باكلتش حاجة. انت لسه واكلة فرخة قدك. البيتزا الاكل طعمه حلو قوي. مش قادرين. يا لهوي اكل تقيل يا رامي. انتوا واحد. انا نسيت اجيب لهم الببرونه والله. هنجيب لهم اكل واحد واحد. يلا بينا. ماما لا يا ماما دي مش اللي احنا بنحبها. ما انت عايزه ايه؟ انا بحب المشط. تحبها سبايسي. اه انا عارفه بنتي. يلا لا ده حبوها. لا افني يا عيسى الحلوة. ايش يحبها؟ تقدريش تقول عن نعمة ربنا كده. اسكتي بقى. دي كل مرة انت بتاكل ديك. انت تاخدي واحدة. تاخدي واحدة من دي. لا مش مدياك. لا يا الله ما يوم ورام عم ياكلوا ولادي. كبروا يا ولاي. يلا بكرة بعمل لهم اي تايس دي خلاص. انت بقى اقرفها. شطري كل اللي يخلص ايه ده توقت مين دي توقت لال. ايه كل اللي يخلص هاتوا عنا من المنجر دي. ما دواءها دواء. خد يلا يا تمار. حلو صح؟ عقبة تمر. يا لهوي يما نفخها البت نفخها صح. ده تمر دقتها وما فيش رد في الفعل دي. وانت مسيك محوش الاكل في ايدك. ايه ده الاكل علق ولا ايه؟ يا نفخي. دولي لبن. في حاجة هنا؟ حوة صح؟ يلا انت امومين اصلا. انت بتحوش ليه في ايدك؟ اصلي تقريبا عاجبه الاكل صح؟ دوق يلا. الوليمة بتاعتنا طرب الفطر. انا حاسة ان احنا اكتر الناس بناكل صح؟ انا حاسة على فكرة هم كلوا وليمات اكتر من احنا في الاكل السريع. ما احنا البصل دي انا بعشقها. كلي. واو طعمها تحفه بجد. ده جه عندهم كانوا طالبين بالشط.
الاحتفال وكده، وهم قالوا لازم بقى اللي هم يجيبوا لنا التورته بتاعتنا. يلا اهوت يا جماعه، طبعا هي ديت تحفه بجد، تحفه بجد جميله. ايه ده، ايه الحلاوه دي، ايه الشياكه. الو لارا، ايه ده، مين اللي مات؟